السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناه جود كود، والنهارده هنستكمل سلسله داتا كليننج اند بريبريشن في برنامج الار. احنا طبعا عملنا اربع فيديوهات، والاربع فيديوهات دول هيبقوا الاساس بتاعنا لاستكمال السلسله دي. مبدئيا كده تعالى اوريك الداتا بتاعتي في الاول. الداتا بتاعتنا اهي عباره عن الاي دي، طبعا انت عارف يعني اي دي، وبعد كده النيم اسم الشركه، وبعد كده الاندستري المجال بتاع الشركه، يعني مثلا هنا مجال السوفت وير، هنا مجال الاي تي خدمات الاي تي، وبعد كده الانسبشن يعني تاريخ الذي تم فيه انشاء الشركه، بعد كده الامبلويز عدد الموظفين في هذه الشركه، وبعد كده الاستيت والسيتي. الاستيت والسيتي لان الداتا ديت متاخده من شركه في الايه، في الولايات المتحده، فالاستيت ديت هي عباره عن ال 50 ولايه، طبعا يعني مش مهم تكون 50 بس هي عباره عن 50 ولايه بتوع الولايات المتحده، ده الابريفيشن بتاعهم. والسيتي ديت المدن اللي جوه كل ولايه، يبقى مثلا مدينه مثلا فرانكلين دي الولايه بتاعتها، مدينه مثلا نيد تاون سكوير دي الولايه بتاعتها، وهكذا. يبقى دي فكره الستيت والسيتي. لو انت عايز تعرف الولايات والابريفيشن بتاعهم بكل سهوله، اهي هنا اهو، هنا الايه، هنا الولايات والايه والابريفيشن بتاع كل واحده فيهم. ماشي، 50 ولايه طبعا. بعد كده عندنا الريفينيو والاكسبنسز والبروفيتس، العائد بتاع الاستثمار بتاعي يساوي الاكسبنسز المبالغ اللي انا صرفتها عليه زائد الفوائد اللي طلعت. يبقى تاني كده، او الفوائد اللي طلعت لك يساوي العائد اللي طلع لك ناقص الايه، ناقص الحاجات اللي انت صرفتها عليه. يبقى ريفينيو صافي الربح، يعني قصدي مش صفر ربح، كل العوائد يساوي الحاجات اللي انت صرفتها عليه زائد صافي الربح. تمام، يعني ريفينيو يساوي اكسبنسز زائد بروفيت. حلو خالص، يبقى البروفيت يساوي ريفينيو ناقص اكسبنسز، وهكذا. يعني مثلا تلاحظ ان هي كام، ان هي مثلا 9 مليون وارقام، هنا مليون وهنا 8 مليون وهكذا. بعد كده يا ريس عندنا الجروس. الجروس يعني النمو والازدياد بتاع الشركه. تمام، يبقى دي الداتا بتاعتي دلوقتي. تعال بعد كده نشوف برنامج الار. اول حاجه بنعملها ان انت عارف ان احنا بايه، بنستدعي الداتا بتاعتنا. طيب ازاي استدعي الداتا بتاعتي؟ هعمل فاريبل اسمه اي داتا، انت تسميه براحتك عادي خالص، والاساين ليه. تمام، الفاريبل دوت يساوي، واكتب الفانكشن اللي هي ريد دوت سي اس في، لان الداتا بتاعتي في ملف سي اس في. وبعد كده كوتيشن ماركس، لا تنسى كوتيشن ماركس، بكتبها لك قبل اي حاجه كوتيشن ماركس. وبعد كده اسم الداتا بتاعتي اسمها داتا دوت سي اس في، وبعد كده ادوس على رن. اهو الداتا بتاعتي، لو انت عايز تشوفها يا اما تكتب فيو اسم الداتا، يا اما تضغط على المربع دوت او فيو وماي داتا. اهو دي الداتا بتاعتي. تعال نشوف الداتا كده، لاحظت ايه؟ في حاجات ان اي، وفي خانات فاضيه، خانات فاضيه ان اي وخانات فاضيه. اولا دي هتسبب لك مشكله فيما بعد لما اقول لك مثلا شوف لي الميسنج داتا عندك، الخانات الفاضيه دي مش هتطلع كميسنج داتا، هتطلع كانها حاجات عاديه. فديت اول مشكله هتقابلك، ان في عند استدعاء يبقى عندك خانات ان اي وخانات فاضيه والاثنين ميسنج. اشمعنى؟ ازاي احل المشكله دي؟ اول حاجه هتعملها جنب داتا دوت سي اس في، جنب داتا دوت سي اس في هتقول له كوما وان اي دوت سترنجز. يعني ايه ان اي دوت سترنجز؟ يعني اللي هحطه لك في الفانكشن بتاعه الاي ان اي دوت سترنجز خليه لي كله ان اي، بمعنى ان اي دوت سترنجز. وبعد كده هعمل كونكات فانكشن، واللي هحطه جوه هنا حوله لي كله لان اي. تاني يعني كده، اللي هحطه جوه ال ان اي دوت سترنج يساوي كونكات فانكشن حوله لي لان اي. تمام، اللي احطه جوه الكونكات فانكشن كوتشن ماركس واسكت. كوتشن ماركس يعني ده فراغ، كوتشن ماركس يعني هنا في فراغ، اي فراغ تشوفه حوله لي لان اي. ممكن تكتب اي حاجه انت عايزها، بس احنا هنا في حالتنا هنا انا عايز الفراغ، الكلام الفاضي هنا اللي هو ايه، الحاجات الفاضيه دي احولها لان اي زي كده. وتعالى ندوس ران تاني ونشوف ماي داتا تاني. اهو شايف، ملاحظ بقي كله ان ايه ان ايه ان ايه ان ايه وهكذا. تمام، يبقى ديت الجنرال رولز بتاعتنا. اول حاجه بنعملها في استدعاء الداتا اللي فيها ميسنج داتا تقول له ان ايه دوت سترنجز يساوي، والكونكات فانكشن وايه، والكوتيشن ماركس وايه الكوتيشن ماركس. يبقى دي اول حاجه هنعملها. بعد كده مثلا لو انت عايز تشوف اول مثلا 10 اعمده هتقول له هيد واسم الداتا بتاعتك ماي داتا وكوما مثلا 10. لو انت عايز تشوف اول 10، تمام اول 10 اهو. طيب لو انت عايز تشوف، سيبك من شويه دي، لو انت عايز تشوف اول 20 بدل 10 هنكتب 20 وهكذا، لو انت عايز تشوفها في الكونسول يعني. تمام، يبقى دول اول ايه، اول 20 عندنا.
تلاحظ ايه لما انت تشوفنا اول 20؟ تعال نلاحظ كده في اول 20، تلاحظ ان في حاجات ان ايه جوه اقواس، وتلاحظ ان ايه جوه اقواس برضو، وان ايه جوه اقواس. تعال نشوف اول 25. طيب اول 25 رن، تعال نلاحظ ايه تاني. تلاحظ ان في الارقام ان ايه مش جوه اقواس، حلو، لكن في الحاجات الكاتيجوريكال او الكاركترز ان ايه جوه اقواس. اشمعنى البرنامج في الكونسول بيقول ان هنا لان ايه جوه اقواس، هنا وجوه التاج دي، تمام، اللي هي شبه الاقواس، ومثلا في الارقام الان ايه مثلا زي ايه مثلا زي هنا مش جوه اقواس، عشان يقول لك لو انا حطيتها لك، لو انا حطيت لك ان ايه كده، انت هتفرق ازاي من اف ال وان ايه؟ انت مش هتعرف ان هي هل هي تبع الجروبس ولا هي فعلا ميسنج داتا. فهو بيحطها لك كده عشان يساعدك، بيحطها لك كده عشان ايه؟ علشان البرنامج يساعدك ازاي تميز بين الان ايه العاديه والان ايه التانيه. طيب لو عايز تشوف اخر مثلا اعمده في الداتا بتاعتك تيل، اخر قصدي صفوف في الداتا بتاعتك تيل مثلا واسم الداتا، وتشوف انت عايز تشوف قد ايه. انا شوف عايز اشوف اخر 10 ويرن اهو، هيوريني اخر 10 من 491 لكام؟ ل 500. ماشي. طيب بعد كده انا عايز اشوف التركيب بتاع الداتا بتاعتي. يعني ايه التركيب بتاع الداتا بتاعتي؟ يعني عايز اشوف الحاجات كاتيجوريكال، عايز اشوف النيوميريك، عايز اشوف الداتا النصيه، عايز اشوف الداتا الرقميه، ايه نصي ايه رقمي، عايز اشوف الداتا استدعت ازاي، تم استدعاء الداتا ازاي عندنا، تمام، استراكشر، وبعد كده ماي داتا ورن. الاي دي استدعاه كانتجر، يا سلام، يعني الاي دي دوت هو استدعاه كرقمي، بس هو مش المفروض كرقمي، هو مثلا كليبل كده او حاجه مميزه مثلا زي مثلا اول واحد ايه تاني واحد بي، فيعني الاي دي ما يمشيش، يعني انا مش عايزه رقمي، تمام. وبعد كده عندنا النيم، اسماء الشركات كاركتر، ماشي، وبعد كده الاندستري كاركتر، وبعد كده الانسبشن تاريخ الانشاء كرقمي، كده كده انا مش عايز يعني التاريخ دوت مش عامل له حاجه كرقمي يعني، هو كتاريخ. وبعد كده الامبلويز عدد، ماشي، كانتجر، كويس خالص. وبعد كده الستيت ككاركتر، احنا عايزين نحول الفاكتور، كل كاركتر دوت احنا عايز احول فاكتور، مش عايز احول كاركتر عشان ما اعملش معاه مشكله. والسيتي كاركتر والدولارز، تعالى بقى في المشكله الحيه بتاعتنا، يعني انا ممكن اعديها لك ككاركتر كده كله، لكن الريفينيو اللي هو رقميه تستاهل لك ككاركتر كداتا نصيه كحروف، ازاي انا هعمل عليها الديسكريبتيفز بتاعتي كمين او ميديان وهكذا. اكسبنسز تم استدعائها ككاركتر حروف، ماشي، وبعد كده البروفيت، طب كويس، البروفيت تم استدعائها كانتجر، حلو خالص. الجروس النمو تم استدعائها ككاركتر برضو، تمام، حلو. يبقى انت شفت دلوقتي لما استخدمنا السترنج عرفنا الحاجات الرخمه اللي عندنا، عرفنا الديفكتس اللي حصلت عند استدعاء الداتا بتاعتنا. مبدئيا كده انا كعبد الرحمن انا مش عايز الاي دي يبقى انتجر، انا عايز الاي دي يبقى كاركتر عادي خالص، لان هو لا يمثل اي شيء ولا هستخدمه في الايه؟ في الاناليسيس بتاعي، فانا مش عايزه الا يبقى ايه؟ الا يبقى كاركتر. بعد قبل ما اعمل ده كله تعالى اوريك السمري، تمام؟ السمري يعني تلخيص الداتا بتاعتنا، وهنحط فيه ماي داتا. سمري يعني هيجيب لك ايه؟ التلخيص والديسكريبتيفز بتاع الداتا بتاعتك. طبعا الاي دي عمل لك مين مينيموم و فيرست كورتايل وميديان والكلام ده كله، تمام، اللي انا شرحه اكيد في الفيديوهات التانيه لو انت سمعتها، والنيم ككاركتر والكلام ده، يعني اكيد الاي دي مش هيبقى ليه مثلا ميديان ومين والكلام ده، لان هو اصلا لا يمثل ليه اي معنى، تمام. وبعد كده مثلا هتلاقي الريفينيو عام ككاركتر، الاكسبنسز ككاركتر، والجروس ككاركتر، والكلام ده اصلا كله داتا رقميه. فانت فهمت انا ليه يعني اتوحشت لما شفت الكلام ده، لان الكلام ده ما ينفعش. تعالى بقى يبقى احنا هناخد الجنرال رولز. اول حاجه بتعملها لما تيجي تستدعي الداتا بتاعتك لو كان فيها ان ايه تقول له ان ايه دوت سترنجز، وبعد كده تشوف الاستراكشر بتاع الداتا بتاعتك وهل هي تم استدعائها في صوره صحيحه، هل الداتا تايبس يعني استدعت الداتا بانواعها الصحيحه ولا في خطا زي ما حصل كده دلوقتي، وتعمل سمري علشان تتاكد من الكلام اللي انت شفته صحيح ولا خطا. هنكمل الفيديو الجاي، تمام، للتعامل مع ايه؟ مع الداتا في وجود الميسنج، في وجود الايه استدعاء بطريقه خاطئه، عشان بس الفيديو ما يطولش مننا.